خلق الله الأرض قبل السماء في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم ملأ الأرض بخيراتها وبركاتها في يومين، وملأ السماء بملائكتها. كل ذلك حصل في ستة أيام وفي يوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من الأيام الست. خلق الله الجنة والنار معا في يوم واحد. يعني الدنيا استغرقت كم؟ ستة أيام، والآخرة الكبيرة العظيمة يوم واحد. خلقت الجنة يوم الجمعة، وخلقت النار يوم الجمعة، في اليوم الأخير من الست أيام. الدنيا الصغيرة ستة أيام، يومان للأرض ويومان للسماء ويومان لخلق الأرض والسماء، للخلق الذي يسكن في الأرض والسماء من ملائكة وجن وبهائم وإنس وغير ذلك. وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أمر الله جل وعلا ملكا من ملائكته، وهو ملك الموت، أن ينزل للأرض وأن يقبض من أديمها قبضة، وأن يعلو ويرتفع بهذه القبضة إلى الموطن ما بين الجنة وسدرة المنتهى. المكان بينهما توضع فيه هذه القبضة. أخذت القبضة من أديم الأرض، وأديم الأرض ظاهرها والأديم الجلد، الأديم الجلد. ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم فراش من أدم، يعني من جلد. فأخذ من جلد الأرض، يعني أديمها وظاهرها قبضة، أخذها ملك الموت قبضة عامة فيها أبيض الأرض وأحمره وأصفره وحجارته وكل أصناف الأرض ومعادنها، قبض قبضة عامة. ثم ارتفع بها ووضع القبضة ما بين سدرة المنتهى وجنة المأوى. انفصلت القبضة عن الأرض ولا لا؟ انفصلت انفصالا كاملا. اتصلت القبضة بالملائكة أول ما بدأ خلقها، قبضها الملك. ارتفعت إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فأصبحت القبضة إلى الجنة أقرب أو إلى الأرض أقرب؟ إلى الجنة أقرب. ثم أمر الله جل وعلا أن تختلط هذه التراب القبضة بماء من هناك. وما أدراك ما هناك؟ فكان الماء الذي اختلطت به قبضة آدم ليس ماء مطر ولا ماء عيون ولا ماء بحر، هو ماء من هناك حيث كان الخلق الأول. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اختلط الماء بالتراب فأصبح طينا. ومكث الطين ما شاء الله أن يمكث، والملائكة لا يدرون ما الخبر، وإبليس لا يدري ما الخبر، الجن لا تدري ما الخبر، حتى أخبرهم الله الخبر: إني خالق بشرا من طين، هذا الطين سأخلق منه بشر. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا أمر قبل خلق آدم ما زال طينا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قضي الأمر، وصل العلم للملائكة أن هذه الطينة سيخلق منها بشر، سيخلق منها مخلوق يعبد الله في الأرض. فأول شيء حصلت التسوية، فسوى الله خلقة آدم من الطين، صور وجهه بيده، شق سمعه، شق بصره، صوره صورة كاملة، ثم بقي مصور بلا روح، والملائكة مستعدون لتنفيذ أمر الله. فإذا سويته، هذا الشرط الأول، ونفخت فيه من روح، الشرط الثاني، فقعوا له ساجدين وهم ينتظرون نفخت الروح أم لا. حتى جاءت الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمر الله الطين أن يكون بشرا سويا، دبت الروح في آدم، دخلت من رأسه، وصلت إلى عينيه فأبصر، وصلت إلى أذنيه فأسمع، وصلت إلى خياشيمه وإلى فمه فعطس، ثم نزلت إلى صدره
ثم نزلت حتى وصلت الروح إلى بطنه، وقد دخلت الروح في يديه، فهم بالقيام، فقال الله: خلق الإنسان من عجل، وأصبحت العجلة في الإنسان إلى قيام ساعة. لسه باقي نصه ما دخلت الروح. فلما عطس عطسته الأولى ألهمه الله الحمد، فقال: الحمد لله. فكان أول ما نطق به آدم الحمد، الحمد لله. فقالت الملائكة كلهم أجمعون: يرحمك ربك. فكان أول شيء دعت الملائكة به لآدم الرحمة، وأول شيء نطق به آدم الحمد، وأول فعل هم به أن يقوم فأعطي العجلة، فأصبح الإنسان عجول، وكان الإنسان عجولا، وأصبح الإنسان أيضا صاحب حمد، يعني إذا أنعم عليه يشكر. وأصبحت العطاس نعمة من الله، ولذلك كل ما يعطس إنسان شو يقول؟ الحمد لله. أول من عطس آدم وأول من حمد آدم. فإذا قال إنسان الحمد لله نتشبه نحن المسلمون بالملائكة ونقوم بدورهم، فنقول لمن عطس: يرحمك الله. فيقول العاطس: يغفر الله لي ولكم. ما في حد يبغى يعطس؟ إذن وصلت الروح لبقية جسمه، وسجد الملائكة له امتثالا لأمر الله بعدما بين الله لهم مكانته. ماذا فعل آدم؟ دبت الروح فيه، قام، فمشى خطوات، نظر الملائكة هذا الخلق الغريب العجيب، كانت صورته كلها، شوف أظافرك، هذا لباس آدم يوم خلقه الله، شوف رؤوس الأظافر، هذا كان يكسو بدنه كله، وكان يشع من النور، والظفر النظيف إذا سلط عليه الضوء يكون عكس، كما أن القمر يعكس ضوء الشمس، فكان ظاهره نور وحقيقته مادة، تحت النور لحم ودم وشحم وعظم، كسي بالنور. قام، مشى خطوات، فرأى ملائكة متجمعة.